جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث خولة بنت حكيم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله التامات صفة من صفاته عز وجل، وهذا هو التوحيد، ووصفها بأنها تامة يعني ليست مخلوقة، لأن المخلوق ليس بتام ناقص، فلما وصفها بأنها تامة دل على أنها ليست مخلوقة. ومن ثم فإن القرآن استدلالا بأدلة كثيرة ومن بينها هذا الدليل، القرآن منزل، هو كلام الله منزل غير مخلوق، لأنه وصف الكلمات هنا بالتامات.